The question number six. هستعين بقى بأصدقاء كده معايا. ممكن نبدأ بدكتورة، لا ممكن نبدأ بدكتور يوسف علي. يلا يا دكتور يوسف، سامعني؟ هو أنا مش سامعك يعني، بس مش يلا. بصوا، السؤال اللي انا هحله ده، اللي هو سؤال 6، ده يمكن ارخم سؤال انا هحله النهارده. انا في بيج 8 نمبر 6، بيج 8 نمبر 6. دي بجز ذا سايز اوف ذا بلاك سبوتس از ديتيرمين باي جين. لارج سبوت از دوميننت اوفر سمول سبوت. بصوا، انا دايما بحب اترجم الكلام اللي عندي اللترز. هو بيقول اللارج سبوت از دوميننت، اكتب لي فوق اللارج ايه كابيتال. لو واحد عايز يكتب لتر تاني براحتك يعني، بس انا هكتب ايه؟ بيج 8 نمبر 6 في كتاب الدي كي بي. يبقى اللارج سبوت از دوميننت اوفر سمول سبوت، اكتب لي فوق سمول سبوت ايه؟ سمول. ده كده اللارج سبوت ده ايه؟ كابيتال. اوفر سمول سبوت، سمول سبوت دي سمول. كيرفد انتنا دومينيتس هافينج ستريت وانز. كيرفد انتنا، كيرفد ده اكتب لي عليه بي كابيتال. دومينيت ستريت 1، ستريت 1 دي اكتب لي عليها بي سمول. يبقى عندي كده اللارج بيكسب السمول، والكيرف خلاص. انا الكلام اللي مكتوب للترز عشان اسهل بس عليا الحاجه. يلا، بيقول ايه؟ اف ميلي ديبج ذكر، ماله بقى ده؟ عنده لارج سبوت وكيرفد انتن. يلا، انت كاتب ايه على اللارج سبوت؟ ايه كابيتال. وكاتب ايه على الكيرفد فوق؟ بي كابيتال. طب انا بقى مش عارف، هل هو ايه كابيتال سمول بي كابيتال بي سمول، ولا هل هو ايه كابيتال ايه كابيتال بي كابيتال بي كابيتال؟ ما هما الاثنين يبقوا لارج وكيرفد. طب اعرف منين؟ كمل بقى. بيقول لك ان مامه الولد ده، مامته هاز ماذر ويز سمول سبوت اند ستريت انتن. يعني مامته كانت عندها سمول. طب هو هياخد من مامته، يبقى تتوقع كده هو هيبقى 1 ولا 2؟ 1. برافو يا دكتور روجان. ليه؟ لان هو هياخد من مامته، هياخد من مامته. هاي انا مراقبكم مراقبكم. فطبعا هو هياخد من مامته، صح؟ يبقى الاي سمول بي سمول دي ياخدها، يبقى اشطب الثانيه دي، اشطب انا خالص. هو قال ان مامته كانت عندها سمول وستريت، مامته سمول بسمول، يبقى هو البيبي كده هيبقى هيترو، الولد ده هيترو، خلاص عملناه. بص بقى بيقول لك ايه؟ اتجوز. حد عنده طب سؤال لغايه هنا؟ عشان ما حدش يجي لي في الاخر يقول انا تهت. عشان لو حد قال لي في الاخر مش هقولها تاني، انا بس بقول انا اهو، حاجه تانية، بس معلش انا بقول اهو، هنقف واحده واحده. ولا تاني اهو. يقول لك راجل عنده لار الكابيتال سمول بكابيتال بسمول، او الكابيتال بكابيتال بكابيتال بكابيتال، هو ده اللارج كيرف. طب ممكن كده وممكن كده، طب هو انهي فيهم؟ بيقول بقى ان مامة الراجل ده، مامة الميل ده، عنده سمول، عندها سمول وستريت، يعني مامته كده سمول بسمول. تتوقع كده هو اكيد هياخد منها، يبقى هو هيبقى 1 ولا 2؟ سأل. هتبقى وان طبعا، طالما مامته ريسيسيف يبقى هو هيترو، يبقى انا هشكر دي خالص. بيقول بقى ايه؟ الشخص ده اتجوز كابيتال وستريت انتنا. حلو، الستريت دي مريحه كده كده، طالما ريسيسيف يبقى سمول سمول. طب بس انا عايز اعرف البنت دي هل هي كابيتال سمول ولا كابيتال كابيتال؟ ما هي ممكن كده او كده. طب اعرف منين؟ من باباها بقى. بيقول لك whose father has small spot، يعني باباها كان ايه؟ سمول. طب ما هي لازم تاخد منه ايه؟ سمول. يبقى ما ينفعش تبقى هوم، يبقى اكيد كده. طب لما بيطلع ريشو كده، لما بتطلع ريشو كده، يبقى الريشو هتبقى كام؟ 6 to 2. الله، اديني
6622. انا حافظ بقى، طالما انا طلعت على اخر السؤال واشوف بيسالني على ايه بالظبط. تعالوا كده نقلب ونبص. يلا، في اخر السؤال بيسالك، بيقول لك انا عايز السمول ستريت. السمول ده انتوا كنت بين عليها ايه سمول، والستريت ده بيه سمول. يلا حلو، عايز اسمول بسمول اللي هي اني كام؟ الاسمول بسمول دي كام في 2 الريشيو اللي انت حافظها؟ out of 16. تبقى 2 اوفر. فهمنا جبناها ازاي؟ يعني دي تقريبا اتقل سؤال النهارده. مستر، هو الاي حد عنده سؤال فيها؟ الكابيتال اسمول صغيرا. دي جت منين؟ عشان ما خدتش بالي من هي الثانية. حاضر يا رن، بص كده، بص كده يا رنا، هو بيقول بقى ان الفيميل دي باباها، تعالي ننزل كده ونبص، الفيميل دي باباها كان عنده سمول سبوت. يعني بصي، هو بيقول لك ان الفيميل اهي، الفيميل دي كان عندها لارج وستريت، يعني هي ايه، كابيتال وبسمول بسمول. ممكن طب اعرف منين بقى الايه، هيترو ولا هومو؟ بيقول لك ان باباها كان عنده سمول، يعني باباها اسم يبقى انا عشته بالتانية دي. فهمتي فكرتها؟ تبقى الاجابه 2 اوفر 16. ماشي، اقلبوا معايا، عايزين حد يجاوب معانا. مين يجاوب معانا؟ مين يجاوب معانا؟ ممكن دكتورة مريان، دكتورة ايوه مريان أكرم. يلا يا دكتورة مريان، عندي جدول عايز ابتدي يا دكتورة اطلع بقى الجينوتايب بتاع الجدول. تمام. هو بيقول جوه الجدول عندي 4 كروسز، الجدول ده عليه سؤالين ماشي 7 و 8، 2 كروسز. اول كروس جوزنا جراي لوايت، خلف 8278 يعني ريشو كام يا دكتورة مريم؟ 50-50. يبقى انت مجوزة ايه الايه؟ هترول ريسيسيف. ممتازة، بصوا بصوا الحفظ، بصوا هترول ريسيسيف، اول ما لقيتها 50-50 تقول لي هترول ريسيسيف على طول، يبقى ده هترو وده ريسيسيف. طب اللي بعدها يا دكتورة مريم، جراي مع جراي خلفوا 118 و39، 118 و39 يعني تقريبا الريشيو كام؟ 3 to 1. يبقى انت يعني متجوزه هترو ايه؟ هترو. حافظه بقى، برافو، هترو هترو. اشكرك يا دكتوره مريان. دكتوره جنه، جنه عبد الناصر اللي ايه؟ بعدها يا دكتوره جنه، وايت. يلا وايت، اتجوز وايت، خلف كل وايت. الجري هو ده الدوميننت، يبقى الوايت ده ريسيسيف. اكتبه ازاي؟ ده كده هاتو ريسيسيف لا، دي سمول هما الاثنين وايت، الاثنين سيف ريسيسيف. سمول دي سمول دي سمول دي سمول. طب يلا اخر واحده بقى، جري جوزناها الوايت خلفت يب 74 جري وزيرو وايت. بصوا خدتوا بالكم من زيرو دي؟ يعني مفيش وايت خالص، يعني 100% جري، يعني كده يعني كل هم ال 74 طلعوا جري. يبقى انا مجوز ايه الايه بقى، انا حافظ 100% يبقى هومو برافو، يطلع 100% هيترو. خلاص انا حافظ، حافظ الريشو. طالما حافظ الريشو تحل المساله في ثانيه الا ثانيه، تحل المساله في ثانيه الا ثانيه. ماشي، اشكرك يا دكتوره جنه. دكتور محمد مصطفى اخو دكتوره جنه مصطفى. يلا يا دكتور محمد. انت محمد مصطفى ايه طيب؟ عبد الحميد. عبد الحميد، ماشي. يلا يا دكتور محمد، عشان اقوله على طول بقى ثلاثي كده، انا حفظت اسمك ثلاثي، قوله على طول. يلا نمبر 7، بيقول اف فيميل، اف جراي فيميل فروم كروس 4. يلا بص على كروس 4 كده، الجراي فيميل دي اللي هي ايه؟ ادي ده كروس 4 هم جي جي. اكتبها ازاي يعني؟ زي كابيتال زي كابيتال. برافو. is mated with gray male from cross 2. يلا ده اللي كروس هو 2 اهو، الجراي ميل اللي هو ايه؟ زي كابيتال جي سمول، مش كابيتال جي سمول. انت لو حليتها المساله دي يا دكتور محمد، كل الاطفال هيبقى فيهم
جي كابيتال. كل الاطفال فيهم جي كابيتال كله كده كله يطلع جري دوميننت صح. برافو. تطلع ايه بقى؟ هتلاقي اجابه ايه. اشكرك يا دكتور. طيب دكتور زياد. ايه مع حضرتك دكتور زياد. يلا يا زياد. السؤال الثامن بيقول if two gray progeny. كلمه progeny يا شباب يعني اطفال. انا ممكن اكتب لك على progeny دي offspring. progeny يعني اطفال. offspring result of cross four. يعني بيقول لك هناخد اثنين من الريزلت بتاع كروس فور. طب انا ده الاوفسبرينج اهو. فين كروس فور؟ ادي ده كروس فور. الريزلت ال 47 ال 74 دول كلهم ايه يا زياد؟ 74 كلهم جراي هيترو. برافو. كلهم جراي هيترو. انت لما بتجوز هوم والهوم ويطلع 100% هيترو. اه يبقى دي كلها هيترو. طب او هيترو وهيترو ريشيو كام؟ 50 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
يبقى الإجابة B. يبقى الإجابة B. أوكي هاتوا سؤال تاني، لسه ما خدناش 9 ده، هاتوا سؤال تاني. يلا يا دكتورة مريم محمد. دكتورة مريم محمد. تيست كروس از دان تو، ليه بنعمل تيست كروس؟ جوزني لواحدة شعرها أصفر، ليه بنعمل كده؟ عشان نعرف ده دوميننت ريسيسيف ولا ريسيسيف، نعرف دوميننت ده هومو ولا هل هو هومو ولا هايبرد ولا هيترو. ففين الإجابة اللي بتقول كده؟ الإجابة تبقى إي. أشكرك يا دكتور. يبقى 10 إي. بس ممكن تعيد سؤال تاني بس عشان ما حضرتش، بس معلش. لا يا فندم تقول سؤال تاني بس معلش عشان ما كنتش قاعد. تيست كروس او باك كروس ده بنعمله ليه؟ عشان اعرف انا هومو ولا هيترو، جوزني لبلونداي. يبقى الاجابه ايه؟ اوكي يبقى الاجابه مش اقلب معايا. هاتوا سؤال بقى من 15 ل 17، ده برضو جدول. يمكن ده اخر سؤال هنشرحه شرح، يعني الباقي بقيه الاسئله هيبقى حل سريع قوي. ممكن دكتوره امنيه عمر. موجوده. يلا يا دكتوره امنيه، جهزي نفسك يا دكتوره ريم بعديها. يلا بصي يا دكتوره امنيه، هنجوز لونج لشورت، خلفنا 100% لونج. طالما 100% يبقى انت مجوزه ايه يا دكتوره؟ دوميننت هيترو. لا 100% يبقى انت مجوزه هومو وهومو. ماشي يبقى انت مجوزه هومو وهومو. احنا لسه بس ما حفظناش، اول ما نحفظ هتتظبط قوي. يعني هومو ريسس هيطلع 100% هيترو. طب واحد يقول لي طب انت ليه اخترت ال واس؟ عشان التشويس بتاعت الاسئله كده، التشويس بتاعت الاسئله فيها. طيب اللي بعدها يا دكتوره، الشورت ده ريسيسيف اكتبه ازاي يا دكتوره؟ الريسيسيف ده بيبقى سمول ولا كابيتال؟ سمول. سمول برافو، يبقى 2 سمول اتجوزوا 2 سمول خلفوا كله سمول. اشكرك يا دكتور. دكتوره ريم. يا ريم مش معانا. ريم طيب لا ريم اهي. دكتورة ريم محمد.
طيب ماشي، هنشوف القصة دي. دكتور محمد نصر، يلا يا محمد الجزء اللي بعده. لونج، جوزناه اللونج، خلفنا 60 20. 60 20 يا محمد يعني ريشيو كام؟ كده يعني 3 1، يعني 3 1. لا مش قدامنا كتير، انا قدام بالظبط 5 دقايق. 3 to 1 يبقى انت متجوز ايه لايه؟ هيترو وهيترو، برافو عليك. البوينت الاخيره لونج مع شورت، خلفنا 80 و79. 80 و70 يبقى انت متجوز هيترو او هايبريد مع ريسس. هو يا جماعه الريشيو، يعني بصوا كل الاسئله بتتحل بالريشيو، لازم تبقى حافظ الريشيو كويس قوي قوي قوي. يلا اول سؤال 15 بيقول ذا جينو تايب اوف بيرنتس ان كروس 3 از. دكتور عمرو قول لي بقى كروس 3 ده اتجوز ايه لايه؟ قدامك اهو عمرو. نعم يا دكتور. يلا كروس 3، بص على كروس 3، انت متجوز لونج اللونج اللي هم ايه يعني؟ ال ال ولا ال اس؟ لونج لونج يعني ال ال. ما هو ده لو هومو يا عمرو، بس بص على بص على كروس 3 كده هتلاقي ان الريزلت طلعت 60 20 يعني 3 to 1. يعني هيترو هيترو 3 to 1، يبقى انت متجوز هيترو هيترو، يعني كابيتال سمول مع كابيتال سمول. فين الاجابه اللي بتقول الاجابه اللي بتقول كابيتال كابيتال سمول؟ فين دي كابيتال سمول مع كابيتال سمول يا عمرو؟ يعني الاثنين يبقوا كابيتال سمول. فين تبقى بيه يا دكتور عمرو؟ ماشي ماشي. بوث هاف ال اس، يعني الاثنين كابيتال سمول، لان انت طلع عندك 60 20 يعني ريشيو 3 1، يبقى كده الاثنين هيترو. ماشي اشكرك يا دكتور عمرو. دكتور سيف اشرف سؤال 16 بيقول لك كروس 4 از. يلا يا سيف كروس 4. كروس 4 انت متجوز ايه لايه كده؟ هيترو لونج وبيور شورت. الهيترو هو الهايبريد، يبقى اختار الاجابه اللي فيها هايبريد لونج وبيور شورت. لان الاجابه دي يا سيف انت كنت فين يا سيف؟ طيب ايه مستر ايه؟ لا مش الاجابه، انا ما سمعتش حضرتك. انا بقول لك دلوقتي احنا في سؤال 16 بيقول لك كروس 4 از. كروس 4 ده ايه؟ انت بتجوز هيترو مع ريسيسيف، يعني ال اس مع اس اس. فين الاجابه اللي انت بتجوز هيترو او هايبريد لونج مع بيور شورت؟ فين الاجابه اللي مكتوب فيها كده؟ دي اشكرك. ايوه كده تبقى الاجابه دي. السؤال اللي بعده اللي هو سؤال 17 بيقول ليه الاجابه مش ايه مثلا؟ ما هو مش بيور لونج، هو هيترو لونج. بصي هو اللونج ال اس يعني كابيتال سمول. كان يبقى بيور؟ طبعا. اوكي طب حل بقى معايا يا دكتوره ساره اللي بعدها. ماشي يلا بيقول لك if one of the offspring result from cross 2. هو اللي طالع من cross 2 اللي هو ايه؟ small 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 small. جوزناه ل one of the offspring obtained from cross 1. ايه اللي طالع من cross 1؟ ايوه اللي طالع بقى result. capital small. capital small. يبقى انا كده هجوز سمول سمول لكابيتال سمول. ايوه هيترو ريسيسيف. ريشو كام؟ 3 to 1. ريشو كام؟ 50 50. 50 سوري 50. ايوه معلش احنا لسه ما حفظناش، مش مشكله. تبقى ريشو 50 50، طبعا الاجابه تبقى بي. 50 هيترو 50 ريسيسيف، ما حدش اختار سي. ها لا سي دي غلط، هي الاجابه تبقى بي. 50 هيترو 50 ريسيسيف. طيب اشكرك يا دكتوره. السؤال اللي بعده دكتوره حلا رفع ايديها، اتفضلي. انا عايز اسال بس هي في 17 هو انا ممكن احلها من ان انا اشوف الريزلت على طول ان هو يعني ده 100 لونج ستيم وده 100 شورت فاعرف ان هي تبقى 50 50 عشان اصلا الاثنين هومو هومو مع بعض؟ يعني انا حليتها على الاساس ده على طول، يعني ما عملتش كده. هما الاثنين مش هومو هومو يا دكتوره، هو الاول هومو هومو هتبقى 100%. انا قصدي ان هما طلعوا لكن... ايوه 100% على طول، فهتبقى اكيد هتبقى 50 50. 100% هيترو.
100% هيترو، ودي ريسيسيف، هيترو ريسيسيف 50-50. فينفع تتحل على الأساس ده ولا لازم أعملها؟ لا ما ينفعش، أنت كده جبتيها كفتة. أبدي يعني؟ أه كفتة. السؤال اللي بعده هنحل 19. ان داي هايبريد كروس، بس طالما قال داي هايبريد كروس يبقى مندل سكن لو. نجاوب مع بعض بقى، مندل سكن لو يعني ريشو كام؟ 9 دي. ايوه 9 3 3 1. بص انا ما كملتش السؤال، طالما قال داي هايبريد كروس يبقى ريشو 9، يبقى الاجابه دي. وانت مغمض اقلب هات 21 و22 حليناهم جوه اللينك، فتعالوا نقولهم بسرعه. بيقول ان تول دوميننت على الدوارف، دوميننت على القصير. بيقول عايز يعرف الجينوتايب بتاع البارنت، هاف اوف ويتش ار تول، هاف اوف ويتش ار دوارف. هاف وهاف يعني 50-50. طب انا عشان اجوز، عشان اطلع 50-50 وانا مجوز ايه؟ هيترو مع ريسيف. عارفين هيترو مع ريسيف الاجابه ايه؟ برافو ده كان. ده برضه حليناه، متكرر اهو بالنص 90 30 30 10. ال 90 ده كده هو الدوميننت، وال 10 ده هو الريسيسيف. استفاد من كده ايه؟ ان اليلو دوميننت على البلاك، واللونج دوميننت على الشورت. فين الاجابه اللي بتقول كده؟ تبقى هلا دي. ممتازين يا دكاتره، دكتور يوسف شريف ممتاز رائع. طيب 25 black animal is crossed with white، يعني انا جوزت black لوايت، كل الاوفسبرينج. طبعا البلاك هو اللي كسب، لو اوف دومينز. لو اوف دومينز. اشكرك دكتور مريان، اشكركم دكاتره. 26 ممكن دكتور يوسف شريف حل معايا 26. تمام يلا يا دكتور يوسف. بيقول ايه؟ ان butterflies branch veins is dominant over parallel. يلا ده مندل سكن لو، يبقى إيه؟ تعال نحول الكلام ده لليترز، يبقى اقول ان البرانش ده مثلا ايه كابيتال، ايه كابيتال، والبارل ايه سمول، سمول. وبيقول ان الاورنج دوميننت اوفر يلو، يبقى الاورنج هكتب عليه ايه؟ بي كابيتال. بي سمول. هترو هترو ريشو كام؟ هترو 9 3 2 1. برافو عليك. هنشوف بقى في الاخر هو بيسالني عن ايه. يلا متكرر السؤال، متكرر. عايز اليلو والبرانش. طب ما انت اليلو ده اللي هو بيسمول، والبرانش ده اللي هو كابيتال، يعني هو عايز كابيتال بيسمول. فين كابيتال بيسمول دي بقى اللي هي اني هو عايز يلو برانش، يعني ايه كابيتال بي سمول؟ طب ما انت حافظ كابيتال بي سمول تبقى 3 اوفر 16. خلصت. هاتوا بعد كده سؤال 30. انا ناقص لي بالظبط سؤالين، سؤالين هحلهم وخلاص. يلا نحله مع بعض. فاميلي عندهم 3 بويز، 3 ولاد. ايه احتمال ان هم يخلفوا بنت؟ بيقول لي انا ناقص لي سؤالين، يعني لو تقدري تستحملي السؤالين ماشي، ماليش خلاص. يلا دي ايه احتمال؟ هم عندهم 3 ولاد، البيبي الجاي احتمال يبقى بنت بنسبه كام؟ طبعا 50-50. يبقى الاجابه سي 30 سي 31. السؤال ده متكرر 90 30 30 10. خلاص حليناه كتير بقى كده. الجري دوميننت على الوايت، واللونج دوميننت على الشورت. فين الاجابه اللي بتقول كده؟ هنلاقيها دي. سؤال متكرر للمره الثالثه، يبقى كده 30 سي و31 دي. اقلب حل سؤالين بس، 36 و37. 36 ده برضو متكرر، حلينا من شويه. 544 تول يلو، 188 تول جرين، 183 شورت يلو، 64 شورت جرين. يبقى كده ريشو كام دي؟ 9 3 3 1. طب انا 10 كابيتال سمول، كابيتال سمول مع كابيتال سمول، كابيتال سمول. فين إيه الاجابه اللي بتقول كده؟ إيه تبقى ايه؟ اشكرك يا دكتور. اخر سؤال هنحله النهارده،
سبجكت عباره عن 8 حروف. بصوا الكابيتال سمول بكابيتال بكابيتال سمول سمول دي كابيتال دي سمول. وعايز يعرف احتماليه الديفرنت جاميتس. بصوا بقى دي بتتحل بطريقتين، يا اما التراديشنال ميثود يا اما الدي كي بي ميثود اللي هي طريقتي يعني. تعالوا نعمل بطريقه الناس العاديه الاول التراديشنال ميثودز، بعدين نشوف في طريقه الدي كي بي. التراديشنال ميثود لو انا عايز اجيب الجاميت بجيب نص العدد، يعني باخد حرف من كل حاجه. يلا مره هاخد كابيتال بكابيتال سي سمول دي كابيتال، يبقى كده 4 حروف نص العدد كده احتمال. الاحتمال الثاني كابيتال بكابيتال سي سمول دي سمول. الاحتمال الثالث سمول بكابيتال سي سمول دي كابيتال. الاحتمال الرابع سمول بكابيتال سي سمول دي سمول. يبقى انا كده طلعت كام احتمال؟ 4. يبقى الاجابه 4. طيب طب ما نشوف بقى طريقه الدي كي بي. الدي كي بي بيقول لك كانسل ذا ريبيتد ليترز، يعني اشطب الحروف. في ايه متكرر عندي؟ بي يقول بي. طب في ايه تاني متكرر عندي؟ السي والسي. اتبقى عندك كام حرف يا دكتور؟ 4. الاجابه 4. خلاص خلصت. شفت السهوله؟ ساعتها انا ممكن اعمل كابيتال دي كابيتال كابيتال دي سمول سمول دي كابيتال سمول دي سمول. طلع 4 حروف، يبقى يطلع الإجابة تبقى بي. حد عنده أي سؤال؟ احنا كده خلصنا حل الدي كي بي بأمان وسلام. المفروض طبعا بعد الدي كي بي متصح لهمك فيش هومورك، لأن دي أول سيشن بالنسبة لنا. فكده احنا خلصنا السيشن بأمان. الطريقة الأولى كانت بتعمل إزاي؟ الطريقة الأولى بتاخدي حرف من كل واحدة، فبتلاقيهم 4 احتمالات في الآخر. فممكن تاخدي كابيتال بكابيتال سي سمول دي كابيتال، كابيتال بكابيتال سي سمول دي سمول، سمول بكابيتال سي سمول دي كابيتال، سمول بكابيتال سي سمول دي سمول. فيبقى هما كده 4 احتمالات. اوكي سي يو ان شاء الله. يبعت بس للاسيستنت اللي بعت له اللينك او يبعت على طول على الواتساب. بس ما فيش هومور في مشكله؟ لا يا فندم ما فيش هومور؟ لا في هومور طبعا، هبعته لك على الجروب. في حاجه اسمها ما فيش هومور. هو انا لو عايزه لو عايزه ريكورد اقدر اكتبه من وين؟ كل حاجه اكتبها لكم على الجروب. ماشي تمام. ماشي. في معانا ميس ميرولا مسؤوله عن الريكوردات، بس اقول لك نعمل ايه ونطلب منها ازاي. ابعت لكم رقمها كمان. اوكي ثانك يو سي يو ان شاء الله نيكست سيشن. انا اتفضلي. انا هدخل اكت 2 هو نفسه في شهر كام يا ساره؟ 6. هو نفسه عادي. و6 ده طبعا بعيده قوي. بس بعد ما اخلص. اوكي هنحل مع بعض امتحانات اكت. مش اي اس تي. بس انت مش داخله اي اس تي خلاص، داخله اكت. لا خلاص مش هدخل اي اس تي. طيب ابعتي لي بس على الواتساب كده وانا هقول لك برضه هنعمل. ماشي. اوكي. ماشي يا ساره. اوكي. باي باي.